وبشأن أوضاع النازحين في العراق، في ظل استمرار الحكومة منعهم من العودة إلى مناطقهم، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بكم. يعاني العالم أجمع من جائحة كورونا، الآن الكل يترقب كما تعرفين موجة جديدة للفيروس ستكون أشد فتكا بحسب منظمة الصحة العالمية، لكن هنا كيف يمكن وصف أوضاع النازحين في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها العالم؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني الاوضاع الانسانيه للنازحين في مخيماتهم هي اقل ما يوصف بانها ماساويه، وهذا الامر ليس بجديد، هم في حال ماساويه منذ سنوات، ولكن يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم مع افتقار تلك المخيمات الى الرعايه الصحيه، الى التعليم، الى المياه الصالحه، وايضا الى الامن. يعني يزداد الامر مع طبعا تفشي فيروس كورونا، لا يوجد هناك يعني سياسه التباعد الاجتماعي، لا يوجد هناك يعني معايير الحفاظ والصحه والسلامه، هذا الامر ايضا يعرضهم كسكان او كمواطنين للخطر، لخطر تفشي الفيروس وعدم وجود ايضا بنيه تحتيه صحيه من الممكن ان تسعفهم في حال اصابتهم بهذا الفيروس. لذلك فنعم، الاوضاع الانسانيه مأساوية جدا. طيب، ولا بد من تدخل فوري من اجل حلها. استاذه ايناس، برنامج الامم المتحده الانمائي يعني اكد في تقرير له تباطؤ معدل عوده النازحين في العراق، ما هي الاسباب التي تمنع عوده النازحين الى مناطقهم؟ يعني هناك اكثر من سبب لمنع عوده النازحين، ويعني بامكاننا يعني ذكر بعضها، لان ملف اعاده الاعمار على سبيل المثال متعثر في العراق، لا يوجد هناك ابدا بنى تحتيه، يعني بعض الاماكن وبعض يعني المناطق التي خرج منها سكانها مدمره اليوم بالكامل، لا يوجد فيها لا كهرباء ولا ماء ولا صرف صحي. يعني هذا الامر ايضا يعني يؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن عوده النازحين الى مناطقهم. ايضا سيطره بعض الميليشيات المسلحه والطائفيه على بعض المناطق المحرره، هذا الامر ايضا يمنع عوده السكان، خاصه لا. في ظل وجود سياسي او يعني وجود خطه سياسيه من اجل ارساء يعني تغيير ديموغرافي في البلاد، عدا عن طبعا الاسباب الامنيه وخوف المواطنين من العوده خوفا من الاعمال الانتقاميه والاحتجاج التعسفي وما الى ذلك. هناك جمله من الاسباب، ولكن بشكل عام نقول بان عوده النازحين الى بلادهم او الى مناطقهم لا يجب ان يعترضها اي قوه، ولا يجب ان يمنعهم اي شخص في العراق. طيب استاذه ايناس، في تصريح لوزاره الهجره والمهجرين في العراق قالت ان عدد المخيمات الموجوده حاليا هو 47 مخيما تضم 291 الف نازح. من خلال خبرتكم، هل عدد هذه المخيمات تكفي لاستيعاب هذا الرقم الكبير أستاذة إيناس؟ يعني بالتأكيد لا، لأن القدرة الاستيعابية للمخيمات أصلا كانت يعني محدودة بعدد محدد، ولكن الأرقام تتزايد يوما بعد يوم. هناك أيضا ازدياد أو يعني ازدياد المعدلات الطبيعية من خلال الولادة، لأن يعني هؤلاء الأشخاص موجودون في المخيمات منذ سنوات، وبالتالي زادت أعدادهم. أضف إلى ذلك بأن أيضا المخيمات غير مجهزة بأي معيار من معايير يعني الحياة الكريمة للأشخاص الذين يعني موجودين، يعني أو الطاقة الاستيعابية نفسها، فما بالك بالأعداد الأكثر. أيضا لذلك يعني لا يمكن الحديث عن المخيمات الحالية بأنها مخيمات تطابق معايير الظروف الإنسانية والحياة الكريمة السوية. طيب أستاذ إيناس، عمليات التهجير القسري التي تحدث خاصة في المحافظات المنكوبة الثائرة، وبالتالي منع عودة النازحين إلى مناطقهم، هل يمكن أن ترقى هذه العمليات إلى إبادة جماعية، إلى جريمة ضد الإنسانية؟ بالطبع يعني ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، لأن هناك على ما يبدو استهداف معين لبعض الطوائف، استهداف معين لبعض الفئات، هناك منع لعودة أشخاص يعني معينين أو أشخاص ينتمون إلى فئة معينة، إلى طائفة معينة. أيضا هناك يعني نوع من الأعمال أو شكل ممنهج من الأعمال الانتقامية تجاه فئات معينة، هذه كلها تدخل في مفهوم الجرائم
ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي أيضا تسأل عن الحكومة العراقية بالبداية وكل ما قام أو ساهم في ارتكاب هذه الجرائم، ولا بد من إحالتهم ومحاسبتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد، شكرا جزيلا لكم.